طيب تاني كده يا شباب، يبقى الكونكلوجن اسرع اسرع، يبقى الكونكلوجن بتاع اللي احنا قلناه قبل البريك هو ايه؟ الكونكلوجن ان لو انا عندي سبونتينيوس ايميشن هيأثر بفاكتور اسمه ان في ايه؟ صح كده؟ السبونتينيوس ايميشن الريت بتاعه هو ايه؟ ان في ايه؟ مظبوط؟ تمام تمام. طيب الاستيميوليتد ايميشن والاستيميوليتد ابزوربشن بيأثروا بفاكتور ايه شكله؟ تكامل، صح؟ والتكامل ده يا جماعه ركزوا معايا، انتوا عمالين تكلموا الناس اللي بره، بس انا خلص الهرجله. تمام. طيب السبونتينيوس ايميشن والاستيميوليتد ايميشن طلعوا ايه؟ تكامل. تكامل جواه تو فانكشنز. قلنا ان لو انا عندي سنجل فريكونسي اللي انا مدخلها من السورس، التكامل ده هيقول لي ايه؟ امبلس مضروبه في اللاين شيب فانكشن، فالفاليو بتاعه الحاجه اللي انا مدخلها من السورس بتعمل ايه؟ بتطلع بره التكامل زي ما هي، فبيطلع عندي الشكل ده، سواء بقى كان في الاستيميوليتد ايميشن او في الاستيميوليتد ابزوربشن. بس الفرق في ايه؟ ايه الفرق ما بين الاستيميوليتد ايميشن والاستيميوليتد ابزوربشن؟ اول حاجه الاشاره، واحد منهم بيزود ان 2 والتاني بيقلل ان 2. وتاني حاجه ايه؟ يا جماعه في حد عنده مشكله في السبونتينيوس ايميشن؟ طيب الاستيميوليتد ايميشن بقى، الاستيميوليتد ايميشن ايه الفرق ما بين الاستيميوليتد ايميشن والاستيميوليتد ابزوربشن؟ واحد منهم بياخد من فوق لتحت والتاني بياخد من تحت لفوق، يبقى واحد منهم اشاره بوزيتيف وواحد منهم اشاره نيجاتيف، صح؟ طيب تاني حاجه ايه فرق تاني ما بينهم؟ ده فانكشن في ان واحد وده فانكشن في ان اثنين، واحد منهم بيزيد الريت بتاعه لما اللي تحت بيبقى مليان، والتاني بيزيد الريت بتاعه لما اللي فوق بيبقى مليان، صح؟ انما غير كده بقيه الحاجات هي هي، نفس البي ونفس الرو او الانرجي ونفس اللاين شيب فانكشن ونفس التكامل، الفروقات دي كلها بره، الان بره والاشاره بره، صح؟ فيبقى الحاجات اللي جوه التكامل هي هي في الاستيميوليتد ايميشن وفي الاستيميوليتد ابزوربشن. تمام؟ طيب التكامل ده قلنا بيطلع ايه في الاخر؟ ده البي ده بيطلع بره التكامل وبيبقى لي اللاين شيب فانكشن مضروبه في ايه؟ في امبلس، صح؟ والامبلس دي عند نقطه معينه وواخده فاليو معينه، صح؟ طيب الفاليو اللي الامبلس دي واخداها مش الفريكونسي اللي هي واقفه عندها، الفاليو اللي هي واخداها دي بتعتمد على ايه؟ على ايه؟ على السورس، صح؟ يعني انا ممكن ادخل الانبوت بتاعي اللي هو الانرجي دينستي ده يبقى امبلس عند السنترال فريكونسي، بس الماجنيتيود بتاعه قليل او الماجنيتيود بتاعه كبير، صح؟ فالامبلس اللي انا حطيتها دي مضروبه في ايه؟ في كونستنت بره، بس الكونستنت ده ات سيرتن فريكونسي اللي هي ايه؟ فريكونسي بتاعت الامبلس، صح؟ طيب يبقى عندي حاجه بتعبر عن قوه الضوء اللي ايه؟ اللي السورس مدخله، مظبوط؟ طيب عندي حاجه بتعبر عن قوه الضوء مضروبه في اللاين شيب فانكشن سامبلد عند ايه؟ عند الفريكوانسي بتاعت الضوء، مش ده اللي الانتجريشن عمله؟ الانتجريشن ضرب اللاين شيب فانكشن في ايه؟ في امبلس، فكانه اخذ من اللاين شيب فانكشن النقطه اللي عند الامبلس، مش كده ولا ايه؟ يبقى اللاين شيب فانكشن اللي اتبقت لي دي بقى، اللاين شيب فانكشن اللي اتبقت لي دي عند نيو، النيو دي انهي نيو؟ بتاعت السورس، صح؟ يبقى دي اللاين شيب فانكشن ايفالويتد عند نيو بتاعت السورس. طيب وقوه الضوء اللي هي كانت الانرجي دينستي اللي ممكن اقللها او ازودها عمل ايه بقى فيها؟ قعد يضربها بشويه حاجات، يقسم بشويه حاجات بحيث ان هو في الاخر استبدلها ببارامتر تاني اسمه ايه؟
فاي. ايه الفاي ده؟ الفاي ده عدد الفوتونز اللي نازل بير يونت ايه؟ بير يونت اريا بير يونت تايم. تمام؟ الفاي ده كان عنده انرجي دينستي، قسم على على الانرجي بتاعت الفوتون الواحد فبقى عنده ايه؟ فوتون دينستي. يبقى عنده عدد الفوتونز اللي نازل بير يونت تايم بير يونت ايه؟ اريا، وسماه فاي. ايه؟ مكان الرو. وضرب بقى في شويه كونستنتس ومش عارف ايه، فشويه الكونستنتس دي في الاخر طلعت لي لاندا سكوير على 8 باي تاوس كونتينوس. البي نفسها ما كانتش لاندا سكوير، كانت 8 لاندا سكوير على 8 باي تاوس كونتينوس في اتش باي. لما ضرب في كونستنتس وقسم على مش عارف ايه راحت الاتش، فبقى عنده لاندا سكوير على 8 باي تاوس كونتينوس. اوكي؟ ففي الاخر الشكل النهائي هو عباره عن ايه؟ الشكل النهائي للريت. ده بقى الشكل اللي هيكمل معانا بقيه المنهج. الشكل النهائي للريت انه دي ان 2 باي دي تي سواء كانت ابزوربشن او اميشن عباره عن كونستنت بره اسمه لاندا سكوير على 8 باي تاو سبونتينيوس مضروبه في حاجه بتعبر عن قوه الضوء اللي هي جت منين؟ من الانرجي دينستي، بس استبدلناها باسمها ايه؟ الفوتون دينستي. الانرجي دينستي والفوتون دينستي وجهين لعمله واحده صح؟ فاستبدلناها بفوتون دينستي او فوتون فلوكس دينستي. ايه الفوتون فلوكس دينستي دي؟ عدد الفوتونز اللي نازل باليونت تايم في ايه؟ في اريا معينه. مضروبه في اللاين شيب فانكشن سامبلد عند ايه؟ عند فريكونسي بتاعت ايه؟ بتاعت السورس، مضروبه في ان، ان واحد او ان اثنين على حسب ايه؟ على حسب انا طالع ولا نازل. طيب. ماشي. ده اللي هو الكونستنت مضروب في اللاين شيب فانكشن سماهم ايه؟ سماهم ابزوربشن كروس سكشن، واداهم رمز ايه؟ سيجما. سماهم ابزوربشن كروس سكشن واداهم رمز سيجما. طيب اليونتس بتاعتهم ايه؟ اريا. ابزوربشن كروس سكشن يعني اريا، هي مش اريا بس هي اليونتس بتاعتها اريا. اوكي؟ طيب فبقى عندنا حاجه اسمها الابزوربشن كروس سكشن واخد الكونستنت مع اللاين شيب فانكشن. يبقى ممكن اعتبر ان الريت التوتال هو عباره عن ايه؟ الان مضروب في الفاي مضروب في الابزوربشن كروس سكشن. جميل؟ تمام؟ سمينا حاجتين مع بعض بحاجه فبقى عندنا ايه؟ ثلاثه بارامترز بس اللي فاضلين. مظبوط؟ في الثلاثه بارامترز اللي فاضلين مين فيهم ليه علاقه بالانتنسي بتاعت السورس ومين فيهم مالوش علاقه بالانتنسي بتاعت السورس؟ فاي. صح؟ فخد فاي دي بره قال لك ان وسيجما دول بيعبروا عن ايه؟ عن الريت بير يونت اتوم. صح؟ مش ده الريت بير يونت سوري فوتون. صح؟ مش الفاي دي هي عدد الفوتونز اللي نازل؟ يبقى لو انا ما خدتش في اعتباري عدد الفوتونز اللي فاضل ده هو ايه؟ اللي فاضل ده هو ايه؟ هو الريت لو عندي فوتون واحد. صح؟ الريت لو عندي فوتون واحد ده اللي هو ايه بقى في الاخر؟ probability. يبقى الاثنين دول على بعض كده سماهم دبليو. الدبليو ده هو البروبابيلتي. لا سوري سوري من غير الان مش من غير الفاي. الان لوحدها وبعدين هنا ده مضروب في ده، دول كده على بعض اسمهم البروبابيلتي. البروبابيلتي دي بير يونت اتوم. يعني ايه بير يونت اتوم؟ يعني كل ما ازود الاتومز اللي موجوده كل ما ايه اللي هيحصل؟ كل ما الريت هيزيد. فدول على بعض اسمهم دبليو. ماشي؟ انا دلوقتي عايز احل مسائل. انا دلوقتي عايز احل مسائل. الاثنين احنا ما شلناش اللايت سوري، احنا شلنا عدد الاتومز. ويك ديبندنس يعني. اوكي؟ ويك ديبندنس. ايه؟ مش فانكشن في فريكونسي، دي سيرتن فريكونسي بتاع الليزر. فين تاو؟ تاو سبونتينيوس. هي تاو سبونتينيوس دخلت لما سوينا الاي بالبي. البي طلع فيها تاو سبونتينيوس عشان سويناها بالاي مش عارف ايه في لما عملنا بلاك بودي راديش. طيب. ماشي. مش سامع حاجة. عيد.
طيب ماشي، يعني السبونتينيوس ايميشن تمام. طيب هو احنا قلنا ايه؟ قلنا لو مدخلين سنجل فريكوانسي التكامل ده هيبقى كانه امبلس مضروبه في رقم، فالرقم ده هو ايه؟ هو مش فانكشن في الفريكوانسي، ده خرج بره التكامل. والامبلس عملت ايه في اللاين شيب فانكشن؟ عملت لها سامبلنج ات سيرتن ايه فريكوانسي، فبقى عندي اللاين شيب فانكشن ايفالويتد ات سيرتن فريكوانسي بتاعه السورس مضروبه في ان دي كانت موجوده من قبل كده، مضروبه في كونستانتس بره، ومضروبه في حاجه بتعبر عن قوه الضوء اللي داخل اللي هي طلعت بره التكامل. بس قوه الضوء اللي داخل دي فانكشن في الفريكوانسي ولا مش فانكشن في الفريكوانسي؟ مش فانكشن في الفريكوانسي. سميناها ايه؟ سميناها فاي. ايه فاي دي؟ عدد الفوتونز اللي داخل، فوتون فلكس يعني، اللي هو عدد الفوتونز اللي داخل بير يونت اريا بير يونت تايم. اوكي، علاقته ايه بالانرجي دينستي؟ ان الفوتون والانرجي علاقتهم اتش، عشان انا خلاص مش مدخل الا ات سيرتن فريكوانسي. يعني عشان اوصل للمرحله دي الليزر بتاعي بقى سنجل سورس، الانبوت بتاعي بقى سنجل سورس سنجل فريكوانسي. انا اصلا ازاي شلت التكامل؟ الفريكوانسي واحده بس خلاص، فما بقتش فانكشن في فريكوانسي صح؟ عشان لازم ادخل فريكوانسي واحده، يبقى ازاي لسه فانكشن في فريكوانسي؟ دي الفاليو عند الفريكوانسي، اي فريكوانسي ثانيه بصفر خلاص. كنت رافع ايدين. الدبليو بتعبر عن الريت بس بير يونت اتومز موجوده. طب لو انا ما عنديش اتومز خالص، لو انا عندي سنجل اتوم ماشي. طب هشرح الموضوع انت بس تمام. مفيش اي حاجه يا جماعه دلوقتي فانكشن في فريكوانسي. بصوا مفيش اي حاجه فانكشن في فريكوانسي دي غير ايه؟ في لامدا سكويرد بس دي ويك ديبندنس على فريكوانسي، اتحرك بالراحه. واهم حاجه فانكشن في فريكوانسي هي ايه؟ لاين شيب فانكشن، ان احنا عملنا لها سامبلنج عند النقطه اللي الضوء اللي داخل عندها. يعني لو انا بعيد عن اللاين شيب فانكشن الكلام ده يطلع بكام؟ بزيرو صح؟ ايه الفايل اللي بنقول عليها؟ مش عارف. ماشي يا جماعه، يعني انا مش هدخل نفسي في حاجات. انا دلوقتي الفايل اللي عندي دي هي الفايل اللي داخل عند الفايل اللي هي ايه؟ اللي هي الفاليو بتاعه البيك بتاع ايه؟ الامبلس. لا هي فانكشن، هي دي عند الفاليو بتاعه الام. طيب شباب، كل الاكسبريشن اللي مكتوب ده ممكن نركز؟ انا صوتي والله اتنبح. ممكن نركز لو سمحتوا؟ لو سمحتوا بص، كل الاكسبريشن اللي يا ابني بقى يا حبيبي والله العظيم ما اقدر ارفع صوت. كل الاكسبريشن اللي مكتوب مش فانكشن في الفريكوانسي، كل الاكسبريشن اللي مكتوب عند فريكوانسي معينه اللي هي ايه؟ الفريكوانسي بتاعت السورس. يعني اللاين شيب فانكشن اللي موجوده دي عند الفريكوانسي بتاعت السورس، واللاندا دي عند فريكوانسي بتاعت السورس برضو. اوكي؟ طيب الفاي دي هي ايه؟ الفاي دي هي ان انا لما كان عندي الانرجي دينستي قلت يبقى الانرجي دينستي دي كانت فانكشن في نيو، بقت بتساوي اتسرت النيو مضروبه في امبلس عند ايه؟ نيو ماينس نيو 1. يبقى الفاليو بتاعت الامبلس عند الفريكوانسي دي هي ايه؟ هي اللي بقت بعد كده اسمها فاي. اوكي، دي البيك بتاعت الامبلس. الامبلس العاديه البيك بتاعتها بكام؟ الاريا بتاعتها بكام؟ بواحد. دي الاريا بتاعتها بكام اللي هي توتال باور؟ يعني مش انا لو كملت الاريا بتاعت الامبلس اللي هي توتال باور بتاعت السورس اللي داخل، السورس اللي داخل الباور بتاعته بكام؟ مش بواحد، بفاليو للانرجي معين. مش دي يا جماعه انرجي بير يونت فريكوانسي صح؟ دي كده المفروض، دي كده انرجي دينستي، يعني انرجي بير يونت فريكوانسي. لو انا عايز اعرف التوتال انرجي بير يونت فوليوم اعمل ايه؟ بكمل على الفريكوانسي صح؟ فلما اكمل الاريا دي على الفريكوانسي بيطلع لي فاي. الفاي دي هي ايه؟ الكونستنت اللي احنا طلعناه بره. يبقى الكونستنت اللي احنا طلعناه بره ده هو التوتال انرجي اللي موجوده. بس التوتال انرجي اللي موجوده دي عند كذا فريكوانسي ولا عند سنجل فريكوانسي؟ عند سيكول. طبعا ده برضو ابروكسيميشن بس يعني ايه عشان ننجز حل. اوكي تمام. يبقى كل الكلام ده اسيومنج ان انا شغال ات سيرتن فريكوانسي اللي هي ايه؟ الفريكوانسي اللي انا مدخلها صح؟
يبقى انا مدخل فريكوينسي وهيعمل الكلام ده. طيب ماشي، باشمهندسه بقى كانت بتسال على ايه؟ هو ايه الدبليو؟ الريت ده في الاخر طلع بيساوي ايه؟ الريت اللي هو دي ان باي دي تي ده بيساوي ايه؟ دبليو مضروبه في ان، صح؟ دبليو مضروبه في ان، ده الريت التوتال. يعني انا مدخل ضوء كتير، الريت اللي بيحصل بيه البروسيس دي هو دبليو مضروبه في ان. ايه ان دي؟ عدد الاتومز اللي موجوده. طيب لو انا عندي اتوم واحده، هل هيبقى فيه ريت معين للتغير ولا هي يا عملت الانتراكشن يا ما عملتوش؟ يا عملته يا ما عملتوش، صح؟ الاتوم اللي موجوده دي يا خدت الضوء وطلعت او نزلت، يا الضوء عدى من جنبها وما عملش حاجه. يبقى دبليو دي هي ايه؟ هي البروبابيلتي بتاعت ان الاتوم تنتراكت مع الحاجات اللي موجوده. طيب انا عايز اعرف في الاخر التوتال اللي هو الريت التوتال، بعمل ايه؟ بضرب البروبابيلتي في عددهم، صح؟ تمام يا جماعه؟ يبقى الدبليو في حد ذاتها هي البروبابيلتي بتاعت الانتراكشن. الدبليو مضروبه في الان هو ايه؟ يا جماعه الدبليو لوحدها هي ايه؟ البروبابيلتي بتاعت الانتراكشن. الدبليو مضروبه في الان هي ايه؟ الريت بتاع الانتراكشن. تمام؟ طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشوف الضوء اللي انا دخلته حصل له ايه. جميل؟ الضوء دخل مشي شويه في الماتيريال وخرج. طيب الضوء لو دخل وخرج الناحيه الثانيه اكبر شويه، يبقى انا كده عملت ايه؟ امبليفاير، صح؟ انا كده عملت امبليفاير، ما عملتش ايه؟ ما عملتش ليزر. تمام؟ الليزر ده ايه؟ سورس، صح؟ كل اللي احنا بنقوله ده بيستلزم ان احنا ندخل ضوء ولا ما بيستلزمش؟ تمام. يبقى اللي احنا بنشرحه ده، اللي احنا بنشرحه ده لحد دلوقتي هو بس بيفسر الامبليفاير، اوكي؟ ما جبناش خالص سيره الليزر. الليزر هيبقى لسه حاجه تانية ادفانسد بعد ده. طيب الا ايه؟ منين اعرف بقى الضوء امبليفايد ولا مش امبليفايد؟ انا دلوقتي واحد قاعد بره ودخلت ضوء من بره الماتيريال وطلع لي ضوء من الناحيه الثانيه، عايز اعرف بقى الضوء امبليفايد ولا مش امبليفايد. هو زاد بمقدار قد ايه؟ ايوه ماشي، انا مش قصدي ثيوريتيكلي، يعني قصدي من المعادلات. ايه اللي من المعادلات دي اللي زود الضوء؟ الاستيميوليتد ايه؟ اميشن، صح؟ الاستيميوليتد اميشن بيزود الضوء. طيب والاستيميوليتد ابزوربشن بيعمل ايه؟ بيقلل الضوء. جميل. طيب انا الريتس اللي جبتها دي ان باي دي تي، صح؟ طيب انا لو دي ان باي دي تي زادت بمقدار واحد، لو دي ان باي دي تي زادت بمقدار واحد، يبقى الفوتونز قلت بمقدار قد ايه؟ واحد، صح؟ مش كل فوتون بينتراكت مع الكترون واحد، ما ينفعش يحصل عندي 1 تو 2، صح؟ في السكوب بتاعنا ده اللي احنا بنتكلم فيه ما يحصلش عندي 1 تو 2. فيبقى الريت بتاع الالكترونز والريت بتاع الفوتونز ايه علاقتهم ببعض؟ هما، صح؟ لو جيت قلت الريت بتاع التغير ان 2 ايه علاقته بالريت بتاع الفوتونز؟ هو، صح؟ طيب النت ريت بتاع ان 2 هو ايه؟ النت ريت بتاع ان 2 هو حاصل جمع الثلاثه نت ريتس، الثلاثه ريتس، صح؟ يعني دي ان 2 باي دي تي بتزيد نتيجه كذا وبتزيد نتيجه كذا وبتزيد نتيجه كذا، صح؟ هل كل الزيادات دي بتؤدي الى ان يطلع عندي فوتون زياده؟ لا. السبونتينيوس ايميشن بيطلع لي فوتون انا عايزه ولا بيطلع لي نويز؟ طلعها في كل الاتجاهات وفريكونسيز ممكن تكون انا مش عايزها وبولاريزيشنز انا مش عايزها، صح؟ يبقى التو بروسيس اللي بيأثروا لي على السيجنال بتاعتي اللي داخله هما ايه؟ السيميوليتد ايميشن والسيميوليتد ابزورج، مظبوط كده؟ طيب يبقى دي ان 2 باي دي تي نتيجه السيميوليتد ايميشن ودي ان 2 باي دي تي نتيجه السيميوليتد ابزوربشن، هما دول اللي بيأثروا لي على عدد الايه؟ الفوتونز، صح؟
لو محصلتهم ان الفوتونز زادت يبقى انا عملت امبليفيكيشن، لو محصلتهم ان الفوتونز قلت يبقى انا عملت ايه؟ اتنيويشن. طيب ماشي، دي ان 2 باي دي تي نتيجه الابزوربشن هتساوي ايه بقى بالاكسبريشن ده؟ ان 1 ولا ان 2؟ ومش كان في باشمهندس لابس اصفر، مش كان قلت معاك قلم تاني؟ فين؟ اه ده؟ ده؟ اوكي. طيب دي ان 2 باي دي تي نتيجة الابزوربشن. دي ان 2 باي دي تي نتيجة الابزوربشن. من الاكسبريشنز اللي احنا جبناها دي هي عبارة عن فاي في سيجما، صح؟ فاي في سيجما في انهي ان؟ بتعتمد على اللي تحت، يبقى ان 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي بتزود ان 2 صح؟ طيب ودي ان 2 باي دي تي نتيجه الاميشن، احنا بنتكلم على ايه؟ على الاستيميوليتنج، هتبقى دول نفس الفاي ونفس السيجما بس بدل ان 1 ان 2. طيب وبوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. جميل. البروسيس دي اللي هي الابزوربشن بتعمل ايه في الفوتونز؟ بتقللها ولا بتزودها؟ بتقللها صح؟ يبقى الكلام ده هو دي فاي باي دي تي بس ايه؟ بنيجاتيف صح؟ يبقى الابزوربشن بيعمل ايه على دي فاي باي دي تي الافكت ده؟ طيب والاميشن بيعمل ايه على دي فاي باي دي تي؟ بيزوده صح؟ طيب اوكي، يبقى لو انا جيت اكتب دي فاي باي دي تي توتال هتبقى ايه؟ دول ثابتين صح؟ وبعدين مين اللي بيزود الفلوكس؟ ان 2 ماينس ان 1 ولا ان 1 ماينس ان 2؟ ان 2 ماينس ان 1. لو ان 2 اكبر من ان 1 يبقى الاستيميوليتد ايميشن اكبر من الاستيميوليتد ابزوربشن، يبقى الضوء زاد، يطلع عندي ان 2 ماينس ان 1. جميل؟ طيب دي ان 2 باي دي تي لما بتحصل بتزود الضوء، هي فانكشن في نيجاتيف ان، بصوا يعني في اشاره ناقصه بس يعني هي مظبوطه، مش قادر افتكر بالظبط ايه سبب، بس هو ده كونسبتشولي كده مظبوط. طيب يبقى الفاي باي دي تي كل ما ان 2 ماينس ان 1 تبقى اكبر من الزيرو كل ما الفاي هيزيد مع، بس دي مش معلش دي مش مع التي، دي مع الزد. ليه مع الزد؟ علشان احنا يعني الاكسبريشن ده كده احنا جايبينه باي انتويشن، يعني ايه؟ ليه تحويله معينه؟ القلم ده صعب قوي، هو بهدل التيشيرت وبهدل كل حاجه. تعرف التيشيرت دي لو باظت انا يعني نكمل يا جماعه بالقلم الازرق عادي، واللي شايف مش شايف. طيب التحويله من دي تي لدي زد دي علشان هو اصلا الريتس دي، الريتس دي استنوا اجيب لكم الاكسبريشن بالظبط. Thank you.
الان بصوا يا شباب الان كانت ايه النمبر كانت رقم بير يونت فوليوم صح الفاي مش نمبر بير يونت فوليوم هو نمبر بير يونت اريا بير يونت تايم فالبير يونت تايم بتكنسل البير يونت تايم يعني دي كده مش 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 باي زد دي باي زد ليه علشان الان عشان اليونتس تبقى مظبوطه دي نمبر ودي نمبر بس الفاي دي اصلا هي ايه بير يونت تايم بير يونت ايه اريا انما دي مش بير يونت تايم دي بير يونت فوليوم بس فالفوليوم ده مع الاريا بيبقى ايه زد وهنا في تايم وهنا مفيش تايم فالتايم اللي هنا بيكنسل التايم اللي هنا تمام يعني الفاي في حد ذاتها فيها تايم انما دي في دي تي فكان دي بيكنسل الدي تي فاهمين قصدي يعني هي ليها ترانسفورميشن كده ماث يعني بحيث ان في الاخر دي ان باي دي تي تبقى دي فاي باي دي زد مش دي فاي باي دي تي اوكي طيب الاكسبريشن ده بيقول ايه بيقول ان كل ما امشي يعني المعادله دي حلها يطلع عامل ازاي فاي يطلع بيساوي ايه يطلع بيساوي فاي نود في اي باور نيجاتيف لا مش نيجاتيف بوزيتيف الحاجات اللي فاضله اللي هو ان 2 ماينس ان 1 في ايه في سيجما تمام في زد ده كده جين اكسبريشن زي الاتنيويشن بس بدل نيجاتيف ايه بوزيتيف بيقول ان الفاي ات اني زد بيساوي فاي نود اي اس ماينس اي اس بلس حاجه في زد يبقى كل ما بمشي ايه اللي بيحصل للفلكس بتزيد دي حل الديفرنشال ايكويشن تمام طيب المشكله هنا فين المشكله ان احنا حلينا بافتراض ان الانات دي مش بتعتمد على ايه على فلكس فاي احنا حلينا كده مش احنا معادله عشان تطلع بالشكل ده يبقى ده لازم اخدناه ان هو كونستنت طيب يبقى احنا افترضنا ان ان 2 ماينس ان 1 مش بتعتمد على فاي لو كانت بتعتمد على فاي كانت هتطلع نفس الاجابه طيب فالرقم اللي جنب الزد ده اسمه ايه ده كده ممكن نسميه ايه جين كوفيشن اوكي جين كوفيشن زي ما قبل كده لما كان بيبقى عندنا اي اس ماينس الفا زد كنا بنسمي الالفا ايه اتنيويشن كوفيشن فده كده اسمه جين كوفيشن بس في مشكله صغيره فيه ان هو محسوب تحت ابروكسيميشن معين اللي هو ايه انه ان 2 ماينس ان 1 مش بتعتمد على الفاي صح طيب امتى يبقى الكلام ده فاليد لما يبقى الانبوت صغير بحيث انه الانبوت وهو داخل هو ليه ان 1 وان 2 بيعتمدوا على الفاي علشان الفاي وهي داخله بتغير في الديستريبيوشن بتاع ان 1 وان 2 صح يعني باي ديفولت الاتومز قاعده في اماكن معينه وبعدين الضوء دخل في الاول خالص الانات في اماكنها الضوء ابتدى يعمل شويه ستيميليتد ايميشن وستيميليتد ابزوربشن فابتدى يغير اماكن الانات ففي الحته دي ابتدت الان 1 وان 2 يعملوا ايه يتاثروا طيب فالضوء ابتدى يحصل له ايه يتغير فلما يزيد ان 1 وان 2 يتاثروا اكتر بس لو الضوء صغير قوي انا مش بحس بالتغيير ده صح فلو انا عندي الفاي دي صغيره لو الفاي صغيره هيبقى ايه هبقى انا بعيد عن ان انا اقول ان ال ان 1 وان 2 بتتاثر قوي بوجود الفاي يعني ان 1 وان 2 دول كتير جدا وانا دخلت ضوء صغير ماشي مش مشكله في الاخر ان 1 تقريبا زي ان 1 القديمه وان 2 تقريبا زي ان 2 القديم يبقى طول ما الضوء اللي داخل صغير هو مش قادر قوي ياثر في ان 1 وان 2 بالشكل الكافي فده بيديني ايه
بيديني ان ان واحد وان اتنين يتحلوا بالشكل ده. اوكي؟ دي كده معادلة الايه؟ الجين. طيب ان واحد وان اتنين دول بقى الديستريبيوشن بتاعهم اجيبه ازاي؟ سواء كان الفاي كبير او الفاي صغير اجيبه ازاي؟ ايه؟ اروح اشوف كل البروسيس اللي بتاثر على ان واحد وان اتنين واجمعهم ببعض واساويهم بالصفر ات ايكوليبري. دي اللي هي اسمها ايه؟ ريت ايكويشن. طيب ايه البروسيس اللي بتاثر؟ الاستيميليتد ايميشن بتاثر؟ بتاثر على ان واحد وان اتنين. والاستيميليتد ابزوربشن بتاثر؟ بتاثر. طيب الاسبونتينيوس ايميشن بيأثر؟ بيأثر. مش هو بياخد الحاجات من فوق وينزلها؟ يبقى بيأثر على ان واحد وان اتنين. صح؟ انا دلوقتي مش ببص على الجين. وانا بحسب الجين ماليش دعوه بايه؟ بالاسبونتينيوس ايميشن. انا ببص بس على ان واحد وان اتنين اتأثروا ازاي؟ عشان بعد كده اجي اشوف معادلة الجين احلها ازاي؟ فان واحد وان اتنين طلعوا بيعتمدوا على ايه؟ نبتدي نشوف ايه الحاجات اللي فيها دي ان باي دي تي. مش الدي ان باي دي تي دي هي الحاجات اللي بتغير في ان؟ فطلع عندنا الاسبونتينيوس ايميشن بيأثر، والسيميوليتد ايميشن بيأثر، والسيميوليتد ابزوربشن بيأثر. ماشي؟ طيب التلات حاجات دول بيأثروا بس ولا في حاجه ثانيه بتأثر؟ التلات حاجات دول هم الاوبتيكال بروس. في نون اوبتيكال بروس زي ايه؟ زي ان انا الحاجه تنزل من غير ما يبقى سبونتينيوس ايميشن اللي هو ايه؟ التاو توتال. صح؟ مش التاو هي الوقت اللي الحاجه بتقعده فوق؟ صح؟ التاو توتال بقى دي ايه؟ الوقت اللايف تايم اللي الاتوم بتقعده فوق او الالكترون بيقعده فوق. صح؟ وقلنا ان الوقت ده بيتاثر بحاجتين، بتاو سبونتينيوس وتاو مش سبونتينيوس. اشمعنى التاو سبونتينيوس اللي ناخدها في الديستريبيوشن بتاع الانات؟ ايوه ماشي، انا دلوقتي ببص على الديستريبيوشن بتاع الانات ان جنرال. ابص على الحاجات الاوبتيكال والحاجات اللي مش اوبتيكال. اوكي؟ فلما اجي اكتب ريت ايكويشنز ببص بقى على كل حاجه. امتى كنت ببص بس على الاوبتيكال؟ وانا بكتب الديتيلد بالانس. هي كانت قبل البريك. وببص على الاستيميوليتد بس وانا ببص على الجين. انما هنا ببص بقى على ان واحد وان اثنين شكلهم عامل ازاي، بحمل ازاي. بص على كل الاوبتيكال اللي عندي. ماشي؟ طيب ده سيمبل سيستم. في السيمبل سيستم ده، في السيمبل سيستم ده المفروض لو انا مش عامل اي اكسترنال افكت مين يبقى اكبر، ان واحد ولا ان اثنين؟ ان واحد. طيب عشان اعمل ان ان اثنين اكبر من ان واحد لازم اعمل ايه؟ لازم اخد حاجات من تحت وارميها فوق. فقال لك طيب انا لو عملت بامبنج رميت حاجات من الجراوند ليفل هنا، بامبنج اسمه اوكي؟ وبعدين اي واحد واي اثنين اللي هيحصل ما بينهم الايه؟ الانتر اكشن، هما اللي هيعملوا السيميوليتد ايميشن والسيميوليتد ابزوربشن. يبقى في علاقه ما بينهم كده، ده بيودي لده وده بيودي لده. الريتس بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ دبليو في ان. صح كده ولا ايه؟ من هنا لهنا اسمها دبليو في ايه؟ من فوق لتحت دبليو في ايه؟ ان واحد ولا ان اثنين؟ ان اثنين. ومن تحت لفوق دبليو ان واحد. طيب وبعدين الحاجات اللي فوق دي ممكن تنزل ناتشرالي من هنا لهنا او من هنا لهنا. صح؟
ناتشرالي دي انكلودنج السبونتينيوس واللي مش سبونتينيوس. السبونتينيوس كنا بنعبر عنه بايه؟ اي ان صح؟ والاي دي كان اسمها واحد على تاو سبونتينيوس في ان. طيب هيبقى عندي الكلام ده زائد اللي مش سبونتينيوس او اللي هو النون راديتيف. يبقى المحصله في الاخر ان مضروبه في واحد على تاو راديتيف زائد واحد على تاو نون راديتيف اللي هي ايه؟ واحد على تاو. يبقى التوتال اللي نازل من هنا لهنا واحد على تاو اللي هي من 2 ل 1، والتوتال اللي نازل من هنا لهنا هي 1 على تاو اللي هي من 2 ل 0، وده بينزل من هنا لهنا اللي هي 1 على تاو من 1 ل 0. كده احنا رسمنا كل البروسيس اللي ممكن تاثر بالريتس بتاعتها. من هنا لهنا في ناتشرال ديكي بريت 1 على تاو مضروب في الان دي، ومن هنا لهنا في ريت واحد، من هنا لهنا في ريت 1 على تاو 2 مضروب في اللي فوق. يعني دي كده المفروض تتضرب في ان 1، دي كده تتضرب في ان 2، ودي كده تتضرب في ان 2. تمام؟ هاي في حد مش فاهم الريتس كده؟ طيب اللي انا هعمله ان انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز احسب ان 2 وان 1، عايز احسب ان 2 وان 1 بحيث ان انا اوصل لفين؟ ان 2 ماينس ان 1، وبعدين اروح اعوض بيه في الجين ايكويشن. ايه الجين ايكويشن؟ اللي هي دي فاي باي دي زد، الكلام ده بيساوي ان 2 ماينس ان 1 في سيجما في ايه؟ اللي هو كان ايه ده بقى؟ اللي هنا ده كان ايه؟ سيجما فاي. سيجما فاي ده اللي هو قلنا سميناه ايه؟ تمام؟ التارجت ان انا اجيب ان 2 ماينس ان 1، ده التارجت. طيب عشان اجيبهم هعمل ايه؟ هكتب الريت ايكويشن بتاع كل انرجي ليفل واساويه بالصفر. نعم؟ ده كده بينكلود كل الايفكتس الاوبتيكال واللي مش اوبتيكال. تمام؟ طيب فانا عايز اكتب بالنسبه للانرجي ليفل الثاني ده، بالنسبه للانرجي ليفل الثاني. يعني اقول دي ان 2 باي دي تي. طيب ايه اللي بيزود ان 2؟ ايه اللي بيزوده؟ الار صح؟ وايه تاني؟ دبليو ان 1. وايه اللي بيقلله؟ السيميوليتد ايميشن. وايه تاني؟ الناتشرال ديكي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. يعني ان 2 على تاو 2 0 وان 2 على تاو 1 0. طيب ودي ان 1 باي دي تي بتساوي ايه؟ ايه اللي بيزود ان 1؟ ان يجي لها حاجه من فوق اللي هو ايه؟ دبليو ان 2. وايه اللي بيقللها؟ لا وفي تاني هنا زائد ان 2 على تاو 2 1. وبعدين عندي ايه بيقلل؟ وايه تاني بيقلل؟ ان 2 على تاو 1 0. تمام؟ طيب المفروض التو ريت ايكويشنز دول، التو ريت ايكويشنز دول يدوني ايه؟ عند الايكوليبريم يبقى ايه؟ التفاضل بيساوي صفر والتفاضل بيساوي صفر، يبقى عندي معادلتين في مجهولين، ايه هما المجهولين؟ ان 1 وان 2. احل المعادلتين اجيب ان 2 ماينس ان 1 اعوض بيها هنا. طيب لو انا بأسيوم ان انا عندي الفاي ده صغير قوي. لو انا بأسيوم ان الفاي اللي عندي ده صغير قوي ومش هيأثر على ان 2 ماينس ان 1، يبقى اعمل ايه وانا بحل المعادلات؟ اشطب على الفاي. اشطب على الفاي، اللي هي الدبل. تمام؟ يبقى كل دبليو يتقابلني اشطب، بس ده في حاله ايه؟ في حاله ان الفاي دي صغيره، ده اللي هو بنسميه ايه؟ السمول سيجن. ساعتها يطلع لي ان 2 ماينس ان 1 بتاعت السمول سيجن. في الحاله دي الجين كوفيشنت اللي طلعناه، الجين كوفيشنت اللي طلعناه اللي هو ايه؟ فاي الفيلد هيبقى بيساوي ايه؟ ايوس فاي زد، ايوس جاما زد. ساعتها الجاما دي فاليد القانون بتاعها ده ولا مش فاليد؟ طيب لو ما عملتش السمول سيجنال موديل
ولا وانا بحسب ان 1 وان 2 دخلت في حساباتي ان هما فانكشن في فاي، هل هينفع ساعتها ان انا اقول يبقى الفاي بيساوي فاي نوت اي اس جاما زد؟ ما ينفع. تمام؟ طيب ماشي اوكي. طيب الفاي في حاله، الفاي في حاله لو ان 1 وان 2 مش فانكشن نسميها ايه؟ فاي نوت، اللي هي سمول سيجنال يبقى اسمها فاي نوت. يبقى في حاله، في حاله السمول سيجنال، في حاله السمول سيجنال فاي بيساوي فاي نوت اي اس ايه؟ جاما نوت زد. تمام؟ سميها سوري جاما نوت. يبقى في حاله ان السيجنال بتاعتي صغيره فاي بيساوي فاي نوت اي اس جاما نوت زد. يبقى الجيم بيساوي ايه؟ الاوتبوت على الانبوت. فين الاوتبوت؟ ده. فين الانبوت؟ ده. يبقى الجيم بيساوي اي اس جاما نوت زد. تمام؟ طيب لو انا ما عنديش سمول سيجنال، ده كده بنسميه الجيم بتاع السمول سيجنال جي نوت. لو انا ما عنديش سمول سيجنال هجيب ان 1 وان 2 فانكشن في ايه؟ في فاي. يبقى الجين كوفيشنت بتاعي اللي هو جاما ده لما يتكتب في المعادله دي بيتكتب ازاي؟ اكتبه ازاي هنا؟ الجين كوفيشنت ظهر فين هنا؟ فين يا جماعه الجين كوفيشنت في المعادله دي؟ هو ايه الجين كوفيشنت ده؟ ده كده اللي هو الجين كوفيشنت ده بيساوي ايه؟ مضروب في ايه؟ في سيجما. تمام؟ يبقى المعادله دي فين الجين كوفيشن؟ فك الدبليو مضروب في ان 2 ماينس ان 1 صح؟ يبقى ان 2 ماينس ان 1 دول هم ايه؟ مضروبين في سيجما، هم دول ايه؟ الجين كوفيشن. بس في الحاله دي الجين كوفيشن بيعتمد على ايه؟ فاي صح كده؟ يبقى المعادله لما اجي اكتبها هتبقى بارشال فاي باي بارشال زد بيساوي الجين كوفيشن كده. لو سمول سيجنال بدل ما يبقى جين كوفيشن هيبقى ايه؟ بدل ما هو جاما هيبقى جاما ايه؟ نوت. الجنرال بتاعه هو جاما ايه؟ من غير نوت. لو هو جاما من غير نوت ينفع احل اي اس كذا؟ ما ينفعش. طيب حلها ازاي؟ عملوا شويه لعب كده قال لك الجين هيساوي جي نوت اي باور نيجاتيف فاي انبوت على فاي اس جي ماينس 1. طيب دي كده معادله ممكن اجيب منها الجين، شويه تكاملات ومش عارف ايه بيحاول يحل المعادله دي بس في حاله ان دي فانكشن في حاجه ثانيه. طيب هي دي، دي بتطلع فانكشن في ايه؟ دي هتطلع فانكشن في ايه؟ في فاي صح. الديبندنس بتاعها عامل ازاي؟ قال لك الديبندنس بتاعها ان هي هتطلع عباره عن فاي بيساوي السمول سيجنال بتاعها على 1 زائد فاي على فاي اس. اوكي ده هيطلع الشكل بتاعها. يبقى انا لما يبقى عندي سيجنال الجين هيزيد ولا هيقل؟ هيقل صح؟ لان الجين كوفيشنت ايه اللي حصل له؟ قل. طيب الجين كوفيشنت قل بس هل الجين قل بنفس الفاكتور؟ لا، عشان احسب الجين لازم اروح احل المعادله اللي فوق. عشان احل المعادله اللي فوق احلها ازاي؟ ينفع تحط على الكالكوليتر مره واحده؟ لازم اقول له سولف، اكتب له المعادله واقول له سولف عشان يطلع لي الجين، لان الجين موجودين في حتتين جي بيساوي جي نوت. الجي نوت عارفها ولا مش عارفها؟ هي بتاعت سمول سيجنال سهله دي اللي هي اي اس جاما نوت زد او اي اس جاما نوت ال مضروبه في اي باور نيجاتيف فاي انبوت. اكيد انا عارف فاي انبوت اللي انا مدخلها على فاي ساتوريشن، انا برضو عارفها. مضروبه في الجين ماينس 1، يبقى الجين موجود في الانبوت وفي الاوتبوت، فلازم ادخلها واقول له سولف. اوكي؟ يبقى انا بعرف دايركتلي، بصوا السمول سيجنال بعرف اجيبه بكل سهوله، اعرف اجيب له الجين كوفيشنت والجين. الجين كوفيشنت اسمه ايه؟ جاما نوت.
الجين كوفيشنت في السمول سيجنال اسمه جاما نوت، معادلته ايه؟ ان 2 ماينس ان 1 في سيجن. الجين نفسه معادلته ايه؟ اي اس جاما نوت ال. تمام؟ طيب لو انا مش سمول سيجنال اعرف اجيب الجين كوفيشنت، الجين الجاما بيساوي جاما نوت على 1 زائد فاي على فاي اس. والجين لا، لازم اروح للمعادله دي واحلها. طيب عشان اعمل اللعب ده كله لازم اجيب ايه؟ ان 2 ماينس ان 1. مش اللعب ده كله جاي من ان 2 ماينس ان 1 اللي انا هجيبها من هنا؟ صح ولا ايه؟ طيب تعال نبتدي بقى بمساله ايه؟ واحد في الشيء ونحل الكلام ده ونشوف هيطلع عامل ازاي. ماشي؟ هنكتب السؤال. انا مش عايز الفاينل لان كده كده بقول لك انا عايز احسب الجين، فانا عايز ده على ده. لو سمول سيجنال يبقى انا عايز ده على ده. هتعمل انتراكشن بس الان كده كده مش هتتغير قوي. يعني ايه؟ مش فاهم. بس الانات هي اللي مش هتتغير. الايهات مختلفة بس الان واحد والان اتنين مش هيتأثروا بوجود الاسمونسنج. طيب ركزوا معايا كده ثانية، ركزوا معايا. المسألة بيقول ايه؟ في المسألة بيقول عندي تو ليفلز، تو ليفلز بس، اي واحد واي اتنين، اوكي؟ وعامل بامبنج من اي واحد لاي اتنين قيمته وعندي ديكي قدامه من اي اتنين لاي واحد بمعدل ايه؟ واحد على تاو، اوكي؟ وعندي جزء بتاع السيميوليتد اميشن والسيميوليتد ابزورف. طيب بيقول لي ايه؟ في العادي، في العادي بكتب الريت ايكويشن بتاع الليفل الاولاني والليفل الثاني عشان اجيب ان 2 ماينس ان 1، صح؟ طيب قال لك اكتب الريت ايكويشنز هنا، فانا عايز اكتب دي ان 2 باي دي تي، هتطلع ايه؟ ايه اللي بيزود ان 2؟ ايه تاني؟ تمام؟ في حد يا جماعه ما عرفش يكتب ريت ايكويشن دي؟ دي اول خطوه في حل المساله. طيب دي ان 1 باي دي تي بيساوي الار دي اخدت منين؟ من اي واحد، يبقى نيجاتيف هنلاقي ايه؟ كتبنا الايكويشن. طيب في فرق ما بين الايكويشن الاولانيه والايكويشن الثانيه؟ هما صح؟ يعني لما اساوي دي بصفر واساوي دي بصفر هيطلع هلاقي فرق ولا هلاقي نفس الايكويشن؟ هلاقي نفس الايكويشن، صح؟ طيب لما الاقي نفس الايكويشن هل هعرف اجيب ان 1 وان 2؟ كده بقى عندي معادله redundant.
فساعتها لازم احل باستخدام معادله ثانيه. ايه هي؟ ان التوتال بتاع الاثنين مع بعض ثابت اللي هو اسمه ان ايه. فيبقى عندي ان ايه بيساوي ان واحد زائد ان اثنين زائد دي كده معادله، واي واحده من دول دي كده معادله ثانيه. طيب ليه ما بحتاجش اعمل كده في العادي؟ في العادي بيبقى عندي 3 energy levels E0 E1 E2، ببقى مش مهتم بـ E0 في قد ايه اللي هو N0، ببقى مهتم بـ N1 وN2. فبيبقى عندي ثلاث معادلات، يبقى عندي ثلاث معادلات واحدة منهم redundant اللي هي ايه؟ N0 by DT، ما ببقاش مهتم بيها، فببقى بحل معادلتين في الآخر مش redundant اللي هما دي N1 ودي N2 by DT عشان أجيب N1 وN2 فبتتحل. انما لو هما 2 energy levels بس هيطلع لي redundant. طيب لو انا عندي 3 energy levels بس انا عايز اجيب N0 N1 N2 هيبقى عندي معادله redundant، ساعتها هجيب معادله زياده اللي هي NA بيساوي N1 زائد N2 زائد N0. تمام؟ يبقى دايما المعادلات بتاعه الريت ايكويشنز لو كتبتهم كلهم يطلع لي واحده redundant. لو عايز احل في الحاله دي لازم اعرف التوتال ان بيساوي ده زائد ده. انما في العادي اللي بيحصل ان انا بكتبهم ناقصين واحده بحيث ما يبقاش فيه ريدندنت، والباقي بيبقى فيه N1 وN2 اللي انا عايز احله. تمام؟ طيب تعالوا بقى نحل. تعالوا نساوي دي بالصفر ودي بالصفر ودي زي ما هي كده. لو سويت دي بالصفر هيطلع عندي R زائد WN1، كلامنا بيساوي WN2 زائد N2 على تان. طيب عايز احل شباب عايز احل سمول سيجنال اسيومنج ان السيجنال صغيره، هعمل ايه؟ شطبت. فبقى عندي R بيساوي N2 على تاو، كده جبت N2 بيساوي ايه؟ R في تاو. طب و N1 N2 ماينس N ايه؟ طيب اللي انا عايزه في الاخر هو N1 ولا N2 ولا الطرح؟ يبقى N2 ماينس N1 هتساوي ايه؟ 2 R تاو دي N ايه ماينس سوري. اوكي؟ هيطلع عندي 2 R تاو ماينس N ايه. اوكي؟ طيب يبقى الجين بتاعي اللي هو بقى هيطلع سمول
كمهود على هيطلع نفس الكلام ده مضروب في ايه؟ مضروب في كروس سكشن صح ولا ايه؟ مش هو الجين هو الجين 2 ماينس ان 1 مضروب في كروس سكشن؟ طيب ان 2 ماينس ان 1 طلعت الشيء المجعلص ده؟ مضروب في كروس سكشن صح؟ يبقى طلع عندي الكلام ده بيساوي جاما نوت على 1 زائد دبليو في 2 في تاني مرتبة 2 دي. طيب انا قلت ان الجين ساتوريشن اللي هو مش سمول سيجنال ده اسمه ساتوريشن. ليه ساتوريشن؟ عشان بيقل بيساتوريت فالجين بيقل. قال الفاكتور قد ايه؟ 1 زائد 2 تاو اوميجا دبليو صح؟ طيب اقدر احطها على الشكل اللي انا قلت عليه اللي هو هيبقى حاجه على 1 زائد فاي على فاي اس. افك الدبليو انا عندي تحت في 1 زائد دبليو في 2 في تاو. افك الدبليو دي اللي ده في ده اي حاجه تانية مش الفلوكس تبقى ايه؟ طيب 1 على فاي اس تمام؟ من هنا جبت قيمه ايه؟ فاي اس صح؟ يبقى لو عايز احسب الجين بالقانون ده في مشكله ولا مفيش؟ ما انا جبت فاي اس تمام؟ طيب كده مساله 2 خلينا نحل مساله كام؟ 6 نعم؟ فاهم هو اخر مساله عشان انا تعبت المساله 6 اخر مساله انا هحلها عشان انا مسافر احنا السمول سيجنالز حلينا عادي بس اشطرنا الدبل وطلع معانا اكسبريشن سطر واحد ضربناه في كروس سيكشن طلع السمول سيجنال جين الجين نفسه السمول سيجنال جين نفسه هو ايه بس جمع تاني. طيب لما حلينا في وجود الفلوكس طلع اكسبريشن فانكشن حاجه على دبل تمام هو نفس الاكسبريشن اللي قبل كده بس بقى دي واحد زائد دبليو حاجه الحاجات اللي جنب الفاي تحت هي واحد على فايس عشان نحط اليوم سيجنال جينز سوري واحد على واحد زائد واحد على خالص او من هنا لهنا لا احنا حللنا دي لوحدها مش دي لوحدها دي كده حللناها لوحدها وبعدين حللنا نفس الايكويشن دي بس من غير ما نشوفها طلعنا دي انا بس لفيتهم شويه بس في الاخر انا مش باخد دي واجيبها من دي انا بحل الاكويشن دي مرتين مره اسمه سيكل ومره مره سيكل المفروض يطلع لي نفس الحاجه فوق بس واحده مقسومه على واحد والثانيه مقسومه على واحد زي معلش الاكسبريشن اللي تحت ده هو فور اللي جنبه هو واحد على فايس اللي جنب الفور عشان نحطها في صوره واحد زائد فايس على فايس ماشي طيب بص يا شباب بيقول لي في مساله 6 ايه؟ طب هو امتى اقول ان انا شغال سمول سيجنال؟ لو انا اقل من ايه؟ لو انا اقل من فاي اس بكتير صح؟ مش انا الاكسبريشن عندي هو بس مقسوم على 1 زائد فاي على فاي اس لو الانبوت فاي بتاعتي اقل بكتير من فاي اس يبقى اللي تحت ده بيقول لي ايه؟ للواحد يبقى الجيم بقى كانه سمول سيجنال جيم صح؟ يبقى مقارنتي مع فاي اس هي دي اللي بتعرفني انا سمول سيجنال ولا لا. طيب مساله 6 بيديني ليزر مش ليزر تقول امبليفاي ميديم وطوله ال ال بتاعته 10 سم ويديني فاي اس بتاعته ب 4 في 10 اس 18 وبيديني الفاي في الانبوت ب 4 في 10 اس 15 يبقى انا كده بالانبوت اللي داخل ده سمول سيجنال ولا مش سمول سيجنال؟ ده كان 18 وده 15 10 اس 15 يبقى انا اقل ب 1000 مره من ايه؟ من الساتوريشن. بيديني الاوتبوت فلوكس بكام؟ ب 4 في 10 اس 16. اول حاجه بيقول لي احسب السمول سيجنال جين اللي هو جي نو احسبه ازاي؟ جيب هو يا جماعه مديني اي حاجه في البارامترز اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ هو بس اداني حاجه بتقول لي ان انا شغال سمول سيجنال صح؟ طيب
هو ده لو مديني الفلوكس في الانت الفلوكس في الاوت مش هو ده الجين؟ يبقى انا معايا الجين وانا عارف ان الكيس بتاعتنا دي اسمه سيجنال جين صح؟ لان الانت والاوت الاثنين اصغر من الساتوريشن بكتير. يبقى ممكن بكل بساطه اقسم الاوت على الانت يديني السمول سيجنال جين. طيب عايز احسب السمول سيجنال جين كوفيشن. السمول سيجنال جين ده اللي هو ايه؟ جي نوت. بقيت عارف جي نوت طلعت بكام؟ ب 10. مش الكلام ده بيساوي نص جاما نوت ال؟ وانا معايا ال مش هقدر اعرف السمول سيجنال جين كوفيشن اللي هو جاما نوت ده بكام؟ تمام؟ بقى معايا جاما نوت. يبقى كده حليت اول حاجتين. تالت حاجه بيقول لي عايز يعرف ادخل فلوكس بكام علشان السمول سيجنال جين كوفيشنت ده يبقى اقل بخمس مرات من السمول سيجنال فاليو بتاعته. اروح عند الاوتبوت؟ لا واحده واحده. ده طلع برقم ماشي؟ ده اللي هو السمول سيجنال جين كوفيشنت طلع برقم. طيب اللي مش سمول سيجنال الاكسبريشن بتاعه هو ايه؟ لو منوط على واحد زائد صح؟ يقول لي امتى ايه الفاي اللي ادخلها بحيث فاي دي علاقتها بفاي نوت جاما علاقتها بجاما نوت تبقى كام؟ خمسه. يبقى لي خمس مرات. يبقى انا عايز اللي تحت ده يبقى ايه؟ خمسه. يبقى محتاج ادخل اكتر من الساتوريشن بقد ايه؟ اربع مرات. يبقى لو الانبوت بتاعي يساوي 4 فاي اس جاما هيساوي جاما نوت على خمسه. يبقى دي الاجابه. تمام؟ طيب عشان هو الجاما دي ينفع اقعد بيها في ايه؟ يا جماعه ما ينفعش ده تنبيه مهم جدا. انا دلوقتي جبت جاما معينه اللي هي اقل من جاما نوت بقد ايه؟ بخمسه. السؤال اللي بعده بيقول لي احسب الجين. هل ينفع اقول يبقى الجين اي اس جاما ال على اساس ان دي مش الجاما اللي اسمه سيجنال؟ لا. الطريقه دي مش فالت الا لو جاما نوت. طب الجاما عوض القانون ده القانون اللي فوق ده الجاما نوت معايا ب 10 دي اس ماينس جاما ان على جاما اس بكام؟ 4 جي ماينس 1 وهنا جي واحط المعادله على الكالكوليتر وهو هيسولف بيتريتر شيفت سولف بقى وايه؟ يطلع لي بقى اوكي؟ هو في الاول حضرتك الجيم وانا هحسبه احسب الفاي اوت بتاع الفاي ايه؟ اه هو كان مديني الفاي اوت القانون لا كان مديني انا قلت الثاني الاول الفاي اس الفاي اس تاني ايه كله مش محتاج بس الدفاع ده 15 الساتوريشن كان 15 حد عايز حاجه من السؤال ده؟ لا لا